يقول الناس اللي حجيوا لك يقول لك يصير حجي انا مع الناس، انا معاهم في هذه الفكره هذه. حجي خصو يمشي في حالته، لانه خصنا شي مساعد يكون بحال السلامي، يكون بحال وليد ركريك، يكون في مستوى قوي. يعني حجي مستوى ضعيف عنده، خصو شويه، خصو يمشي في حالته. انا مع الناس باش يمشي في حالته. المنتخب باقي الوقت، باقي هذا المدرب خصنا نعطيه شويه الوقت باش حتى هو يلاه يعرف اللعابه ويجدد شويه، لانه راه كاينين شي لعابه ما خصهمش بعدا. اول حاجه ما خصهمش يجيو المنتخب، وكاينين بعض العناصر في البطوله الوطنيه كيستحقوا المنتخب الوطني، يعني ما خصناش نحكموا عليه دابا. باقي شويه الوقت، باقي الماتشات الرسميين عاد نحكموا عليه، نعطيو واحد شويه الوقت. حنا فينا واحد العاده شويه خايبه، تنجيبوا المدرب ما تنعطيوش الوقت. حنا كنتسموا بحال ما صباريش، خاصنا نصبروا عليه شويه، نعطيو واحد شويه الوقت حتى هو حتى يعرف اللعابه ديالو مزيان. راه ماشي هاد التشكيله اللي كانت البارح هي اللي غتلعب الماتش ديال موريتانيا ولا غتلعب الماتش ديال رواندا ولا، راه باقيين واحد الدراري، باقي بالهندا، باقي سايس، باقي راه بزاف ديال الدراري باقي مبليسين، راه حتى هو عنده اعذار. حنا غير لعبنا ماتش ميكان كنخسروا فيه، كنجيو كنقولوا للمدرب حقه خصو يمشي في حالته، ما خدامش لينا. لا، نعطيو وقت. حنا رونار غندموا عليه، لانه كان كوننا منتخب قوي في كل شيء، بدنيا ولا كل شيء. هذا واحد حلويش خصنا نعطيو شويه الوقت، يعني باقي شويه الوقت. واش هو اللي كيحيد؟ واش هو المدرب ولا حليل زوج هو المدرب؟ لا، حاج هو المدرب كيبان لي. ما غنتكلمش على النتائج، لان في بعض الاحيان ما كتكونش نتائج ولكن كيكون اداء، ولكن المؤسف هو ان ما كاينش اداء على رقعة الميدان عكس ما كان في السابق. اذا التغيير ديال المدرب ما كانش يعني هو الحل باش تكون عندنا نتائج. وانا اللي كنتسائل عليه هو ان كاين طاقم كبير في المنتخب الوطني المغربي ما عارفينش حتى الادوار ديالو، ما عارفينش شنو كيدير. اذا هاد الطاقم لو كان كل واحد كيبذل المجهود يعني المنوط به، كان ممكن غادي يكون الاداء افضل. وبالتالي الان اصبحنا نتساءل عما يجري في كواليس المنتخب المغربي. ما غاديش نكون يعني عاطفي اكثر من القياس ومن النظر ان اللاعب المحلي او اللاعب الاجنبي اللاعب اللي مكون يعني في اوروبا، لان اي واحد كيف ما كيحمل الجنسيه المغربيه فين ما كان كيمارس يعني هذه الرياضه هذه من حقه انه يمثل المنتخب. ولكن السؤال اللي خاصو يتطرح، ماذا يفعل يعني حجي داخل المنتخب المغربي يعني باش يبقى مع جوج المدربين؟ هنا كطرح اكثر من علامه استفهام. واش كيتفق معاهم بجوج في الخطوط العريضه اللي كيخدموا بها؟ كيتفق معاهم في استراتيجيات اللاعب؟ كذلك في التواصل؟ كذلك على مستوى اشنو القيمه المضافه اللي كيقدمها كمساعد مدرب، مع العلم ان كل ما شدات عليه الكاميرا كنلقاه جالس لا يحرك ساكنا، بينما المساعدين في مختلف يعني لي بونتوش اللي كنشوفوا كتكون عندهم فعلا ملاحظات، كتكون عندهم تحركات، نقاشات مع المدرب، في بعض الاحيان نقاشات لا ينتبه اليها المدرب بحكم يعني العمل اللي ممكن انه يكون مركز. وهنا كنطرح علامه استفهام، من اتى بواحد حليل وزيتش؟ وهل يريد ان يورطه داخل المنتخب المغربي كما ورط من قبل رونار، وكما يتورط العديد في الطاقم التقني ديال المنتخب المغربي؟ المنتخب كان ضعيف شويه في هذه المباراه ديال المباراتين الاخيرتين، وكان كيبان لي هذا المنتخب غادي من سيء الى اسوء. هذه النتائج وهاد الكوارث اللي عاد كتوقع، بحال كنا حنايا كان عندنا منتخب مزيان مع المدرب الاول، ودابا كيبان لينا بان المستوى بدا كينزل. علاش حنا كنغيروا المدرب؟ علاش ديما حنا كنقلبوا على الاسوء؟ المدرب اللي جا خاصو يقول لك حنا نخدم معاك من الصفر. يعني حنا كنوصلوا واحد القمه ديال كنبنيو منتخب، وبين عشيه وضحاها كيقول لك راه نزل. خاص الجامعه الملكيه تاخذ قرار في هاد المدرب الجديد. يعني كتسالوا على حجي، شنو رايك ديال حجي؟ حجي كلاعب قديم خاصو دائما كيبقى مساعد مدرب، اما باش يشد هو المنتخب باقي بزاف عليه باش يشد المنتخب، حيت ما عندوش واحد الكارير اللي غادي يخليه باش يشد المنتخب. والان دابا وصل الوقت باش نديروا مدرب محلي، حيت حنا ما عندناش اهداف. ملي ما عندناش اهداف علاش ما نديروش منتخب محلي ومدرب محلي؟ فهاد الاونه الاخيره حنا واخا نديو الكاس افريقيا اش غادي نربحوا به؟ علاش حنا دايرين هاد البطوله احترافيه؟ وكنقولوا انها احترافيه ملي ما فيهاش واحد جوج ولا ثلاثه ديال اللعابه ولا اربعه ولا خمسه ديال اللاعبين محليين. كنجيبوا اللعاب جاهز وما فيش هذيك الجاهزيه، ما كايناش، الروح الوطنيه ما بقاتش عندنا. إذا خاصنا نغيروا
هذه المنظومه الكرويه. حنا كنشوفوا حنا دابا امتى حنا كنبغوا الكره، حتى كنكونوا شبعانين حنا ذاتيا، حنا باقي عندنا الفقر في البلاد والكره غير خضره فوق الطعام كما كنقولوا. لا نصرحوا لوسنا عاد نشوفوا كره القدم وشكرا. جيني شاد الكتاب الاخر كيدوز على راسو. احسن حاجه تعاقد مع مدرب مغربي، كره شعور الذاكره احسن من اي مدرب. حال الزيت راه مابقاش في ذاك الانجاز اللي دار مع الجزائر، وراه ما عندوش برا وجوله. حجي بلاصتك وتبقى بلاصه كبيره في المنتخب. اللعابه دابا كتجيو من برا راه كيديروا النقابه طبيعيين هادي. ومن الاحسن راه شافوا ديك النار من يدخل الكرشي الحداد، راه كاينين لعابه تبارك الله من البطوله الحفيظي، راه كاينين لعابه تبارك الله زوينين. باش كيجيب لك لاعب شبعان فلوس من برا راه ما باغيش يلعب، راه خايف ليه تبليسه ولا شي حاجه فين غيولي. تنظن المنتخب البارح كان ذو المستوى اللي كنا تنعرفوه بالنسبه لكاس العالم؟ يعني التشكيله كانت واحد التشكيله زوينه مع ايرفين اورار وتخلينا عليه، دابا ولينا تنعانيو يعني خصنا نبحثوا على فرقه جديده، ولينا تندخلوا لعابه اللي ما عندهمش مستوى. بحال البارح كان شي لعابه اللي ما عجبونيش انا بالمنتخب، وبالنسبه للبارح شفت هو كان البارح تيبين انه تيتعصب لشي لقطات اكثر من المنتخب، وهذا تنظر حاجه طبيعيه انه مغربي حتى هو يكون تيبغي المنتخب بحالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.